السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، شكرا على كومنتاتكم ودعمكم ولايكاتكم في المقاطع الماضية. وصلنا إلى 163 دولار حاليا ومش متسلفين أي شيء، وبإذن الله بما أننا تعلمنا كيف نجيب خير إن شاء الله. أوكي، هذا دور الدخان الظاهر، بس ما في دور سيجرت، ما في سيجرت، معليش. حاليا مثل ما شفتوا في الحلقات الماضية يا إخوان، تعلمنا كيف نجيب الأغراض نحطها في الشلف هذا. دقيقة، خلهم هذا لنا خلص منهم. حلو، achievement unlocked heard and whispers. وش هذا؟ ليفل 2 تقريبا، وصلت مع وصول الشرطي عندي. دقيقة خلنا نشيك، هي مكتوب ليفل 2 صح فوق على اليسار تشوفونه. ايوه، خلصت الشخصيات يعني في اللعبة، حاطين لي نفس الشخصية مرتين. طبعا احد الكومنتات جاتني من علي يقول لي اصبغ اللون الازرق عجبه، فبإذن الله راح أصبغ المحل هذا كامل أزرق. خلنا أول شيء نعبي البنزين، إن شاء الله ما فيه الجلتش. أوكي، 0.03 أكيد فيه الجلتش، معليش ما في بنزين يا أخي. فيول سبلاي، نطلب 100. Not enough money. كيف ما في money يا حبيبي؟ والمية اللي معي هذا إيش تسوي؟ 185 معي. أوكي، 100 لتر ب 200 دولار يا حبيبي، ها نتسلف. الله شكلنا بنتسلف يا اخوان. ولا هذا معطيني المشن يباني افتح ما ادري ايش هذا المكان، بس صبر يا ابوي نتسلف. وش ورانا؟ بننجلد على السريع كذا وخلاص، والله انا ما بتوب من السلفيات. دليفري فيول سبلاي 100، والحين يمدينا نطلبه وبنروح بنعبي الاغراض هذه اللي هو الدخان والشراب. وين الشراب؟ وين الكحول؟ شوف فيه الزر هذا يقول لك توداي برايس 57، سعره اليوم 57، وينباع عندي في المحل ب 160، فربح كبير تقريبا 3 أضعاف. حلو، مرات ينزل سعره يقول لك الى 45، هذا رسم بياني. حاليا سعره تحت الاصفر فبنشتريه. لازم نركز على موضوع الاسعار، انا توني انتبه لهذا الشيء. خلينا نشوف مثلا هذا، هذا سعره مره طايح 17 دولار. شكل الجماعه تابوا ما عاد يشربون من الامور هذه. اوكي، الحين الكحول الحالة 300 دولار تقريبا، والله كثير. والوير هاوس بتعبى عندي 195 الى 200. خلنا بنقص هذا اغلى واحد 66 دولار، الحين 170، بحيث اني اقدر اطلب. نخلي معنا فلوس شوي بعدين نطلب التوباكو. والبنزين وصل، كويس انه ما يتاخر كثير. لازم تفتح انت بنفسك عشان يشتغل الصوت ويعبي. خلنا نشيك وراه لان والله ما في ثقة. شو هذا يعبي؟ عبى المية كاملة. اوكي، الحين تقدر تتوكل. اوكي، هو يفصله. حلو، الحين وصلت عندنا الاغراض. طبعا لازم نسكر الباب عشان الحرامية. اصبر يا ابوي، ناخذ الاغراض ونحطها في الشلف. ولا باقي اغراض؟ صبر صبر صبر، والله باقي اغراض تروح علي. اوكي، مش لازم نسكر الباب، كويس. خله يدبر نفسه، تصافق الابواب وهو في الطريق. طيب انت كم نعبي لك؟ 30 دولار. حلو، الحين يقول لي باي ورك شوب، عندي ميشن اللي هو هذا 300 دولار. اوكي، هذا تصريح التواير شكله. انا بغيت اصبغ بس شكلهم بينسوني، ما ادري اذا الصبغ ياخذ فلوس. والله ما ياخذ فلوس، كويس. شوف 506، ما زالت 506. صبغنا الواجهه هذه وبصبغ الواجهه هذه، وبعدين الجهتين اللي ورا هناك بخليها لبعدين. Wait for the client in the workshop and fix his car. اوكي، نصلح سيارة الكلاينت. حلو، اول شيء نرفع الظاهر. 3-2-1، ايش بيصير؟ ريبير في وقت الظاهر ولا ايش؟ اوكي، تم ضغط شفت يبين لي ايش تبغى تصلح. Need scratch remote to start fixing. والتاير هذا مبنشر. اوكي، وايش الشغلة الثانية؟ المراية. اوكي، عندي تواير هنا في المحل، وهذا ميرور. معليش يا اخوان الفهاوة. اوكي، الحين بنصلحه. الله، يا سلام، خلصنا الاولى. الحين نجيب التاير ونبدل التاير. يا سلام، نزل التاير وركب التاير الجديد. ما في اي احد يساعدني، جميل. خلصنا الثاني، الحين باب. ايوه، هنا توهقنا، من وين اجيب الباب؟ حتى هي جالسه تحكحك، من وين اجيب لها باب؟
لا تكون الأبواب هذيك اللي جالس أحاول أشطر فيها راس الولد الصغير. سكراتش ريموفر، يحتاج سكراتش ريموفر. هذا هو سكراتش دكتور. أوكي أها، هذا ما يبين السكراتش. يا سلام، نزلها كم أعطتني فلوس؟ يوه ما انتبهت على الفلوس. أوكي باقي لي شوي والله. نعبي سيارتين، مش دخلنا الحمام، نعبي سيارتين يا ليل، احتاج تنظيف. أوكي هنا الكحول بلس أول، نشوف. أوكي الرف الأول بلس أول 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 أول. ما في مكان، ما في مكان للمنتج هذاك، يعني لازم اني انتبه ما احط الاغراض كلها مره واحده. خلنا نعبي لهذا. اوكي الحين فتح لي الكارد بارت. حلو، توير عندي، سكراتش ريموفر عندي، ميرور عندي، ليفل 1. اوكي ما راح اطلب شيء الحين. يقول لي انك بتوفر فلوس لو انك انتبهت على الاسعار. الاسعار الحين طايحه، بس انا ما ودي اشتري شيء الحين، ودي ارد اللون لاول مره في حياتي. كم باقي عليه؟ باقي عليه 8 دقائق. اوكي جاني واحد يصلح موتر، خلنا ارفعه او وحده. نفس الشيء تايرين، لا ظاهر تواير بتخلص بسرعه والله. ركب الجديد 870. اوه 870 اعطتني، صارت 1200، يعني حدود ال 450 يمكن. الحين نرجع اللون بيضه لون. كم باقي على الوقت؟ 7 دقائق. حلو والله. اوكي الحين فقرنا 140 باقي. اخيرا، معلش الشرطة خليناه ينتظر كثير. والله ما في فائدة من الاغراض الصراحة، هذه كلها 6 دولار وتاخذ وقت. بس المشكلة ان اراء الزباين، فلازم اني انتبه على الاغراض هذه، عرفت؟ يوم يجون ما يحصلون الغرض اللي يبغونه، كذا تقييم المحطة يكون سيء. بما ان عندي فلوس الحين 841، خلنا بطلب الاغراض اللي ناقصة، مثلا دخان، جميع الانواع، بس اهم شيء عندي الستورج يكون كافي. اوكي الدخان ما ياخذ ستورج كبير. هذا الدخان جاهز. ايس كريم بعد. اوكي يقول لي ما تقدر تطلب دليفري ان ذا واي، لازم يوصل الاغراض بعدين اطلب الايس كريم. ما في مشكله. طيب التواير نفس الكلام، سعرها برضه مرتفع. سبحان الله التواير يوصل لي اياها. انا منتظر اللحظه بس اللي اقدر اطور فيها المحل واجيب ناس ينظفونه وكذا. خلص البنزين، انا اسف. I am so sorry man. آخر 200 دولار عندي راح أصرفها في البنزين. وش جايب لي يا حلو؟ هذا جايب الدخان الظاهر. لازم ما ننسى بعد ما نحطه في الوير هاوس، لازم على طول نحطه في الأرفف. خمسة 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 خمسة، من كل شيء خمسة بنحط. أوكي كل الأنواع الحين موجودة، تبغى مالبورو، تبغى دنهل، تبغى كل شيء موجود. شوف هذا الزبون رفعت له السيارة وبتأخر عليه، بشوف إذا موضوع الوقت له فائدة ولا كله كلام فاضي. هذا التواير وصلت، يعني متأخر عليه غصب عني، عرفت؟ حطيت التواير. أوكي تاير 81 دولار، وأنا أشتريه ب65. الحين بحلل الفائدة صح؟ بتأكد 65. أيوة ويقول لي أنت تبيع ب80 صح؟ لأن سعره مختلف. شوف كان سعره كم ينباع ب50. يا رجال ما فرقت والله، والله ما فرقت، كلها 10 دولار. يعني اشتري غالي ولا رخيص ما في مشكلة. الأيس كريم كنت بغيت أطلبه، الحين بطلبه. نعبي البنزين، نعبي من هناك، واحد ينتظرني هنا وبصرفه من هنا. شوف من كثر ما أنه ما في وقت. وش هذا، تونة ولا سجارة هذه؟ أي سجارة. أوكي كلها سجاير هذه. ايش بس كم سعر؟ 35. اوكي اعطاني achievement it has to be clean. حلو هذا ما له داعي. انا ما شاء الله تعبت عندي الصناديق من كل شيء. You have been robbed, keep your warehouse closed next time. وش الاسكريم؟ اوكي هذا هو الحرامي، هو نفسه اللي يجي. الله يخرب بيتك يا ابن الذين، والله لا اجلدك باللي بيدك هذا. ما عليه، ما اخذها شخصنا، والله ما اخذها شخصنا. يا اخي سالفه تسكر الباب تفتح باب انت، يلا انك ما شاء الله اشترى كل شيء هذا. 31 دولار. الايس كريم، ثلاجه الايس كريم لازم نشتريها. ما شاء الله زحمه صار المحل. خلنا نوخر الساعه هذه اللي ما لها داعي، اجيب لنا فلوس وش فائدتها. اوكي الحين نعبيها. خربت البنزين، ارتفع سعره 2.4 صار. لا والله ما اتفقنا، كان ب 2 دولار. الحين انا استانست معي 203 فلوسي، بدنا نطلب.
والله قصبوني. هذا هو جاء وصل إلى الزحمة. يلا هات بزبوزك. رايح وين؟ أصبر يا هو. شو الزبان اللي ما تفهمون هذا؟ ما عندي وقت. أنا أكثر واحد ما عندي وقت والله. تعبي هنا تحاسب هنا. إيش يمدنا نطور باركينج لوت؟ ما أريده. خلنا بنسلف ونشتري عشان يجون الزباين ونخلص المشن هذا أبو 25 كاستمر. صراحة سالفة سالفة. اوكي تسلف، ما في شيء اسرع من انك تسلف. باي ب 400. طبعا انتم ما تشوفونها. تشوفونها؟ باي ب 400. يو كانت ميك برشز لجيب الببكات ونظف المكان. ايوه بابيلتي ليفل 3. صرت مشهور يا اخوان. اتوقع الحين الزباين بيجوني بسرعة من غير اي شيء. خلنا نغتنم الفرصة هذه. دامهم ثلاثة موجودين. بسرعة قبل لا أحد يجي. سريع والله. يلا أرفع. أفا خلص البنزين. والله الخايسة والله الخايسة. في واحد في وين الجركل هذا اللي حطيته هنا؟ تكفى لا هذا ما له داعي. أنا والله فريت الماب ما لقيت. والحين خلصنا المشنات بس باقي تقريبا 11 شخص أسوي لهم سيرف وبكون خلصت التشالنجات كاملة كذا. طورنا المحال. وش باقي؟ باقي شيء واحد لوكت اللي هو الكار ووش المغسلة. ما نقدر غاز ستيشن ليفل. تقريبا بعد ما خلص المشنات هذه كلها راح اقدر افتحها باذن الله. ايوه هنا كار كير بعدين ليفل 3 ونيوز بيبر ما ادري ايش دخل الجريدة. كويس جانا الزبون. الحريم كله دخان وبيرة دخان وبيرة. انا اعرف. شوف هذه ها جت. يلا دخان وبيرة. لا هذه برتقال صحية. هذه عصير برتقال. هذه بيبسي ما يمنعها بالدخان. الحين زعلانة. يا ساتر. معليش والله معليش. معليش انت بالمشية هذه تصفق رجلها بعد. اوه ما في بنزين. كم تبغى بنزين انت؟ معي 14 لتر. لتر؟ 14 لتر يكفيك ولا لا؟ لا والله واضح. والله زعلنا الزباين على نهاية الحلقة. معليش. هذا وصل؟ اي والله وصل. كان يمديني اعبي بعدين اعبي لها. بس يلا ما يمنع نقصبهم كذا على السريع. من جد الحين حسيت نفسي حرامي. وبس يا شباب نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. لا تنسون اللايك ونشوفكم على خير. حياكم الله.